أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة نسمة الحرة قناة المغرب الكبير، مرحبا بكم في الحلقة 28 من برنامجكم الحواري مغربنا في التحرير والتنوير. أعزائي المشاهدين، كنا في الحلقة الماضية قد تعرضنا للتعريف بالدعوة الوهابية والتعرف على ظروف نشأتها التاريخية من خلال الحديث عما يسميه البروفيسور حماد الرديسي بميثاق نجد، أو بعبارة أخرى ميثاق صاحب الدعوة محمد بن عبد الوهاب وصاحب الشوكة محمد بن سعود، وصولا إلى ميثاق كوينسي بين الدولة السعودية عند اكتشاف الثورة النفطية والقوى الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاثينات القرن الماضي. وكما هو معروف فإن الدعوة الوهابية قد شغلت الغرب الإسلامي حين قرر الوهابيون دعوة الناس والدول على إقناعها وتبنيها خاصة في تونس والمغرب منذ نهاية القرن 19. وقد أثارت هذه الدعوة كما هو معروف حفيظة العلماء والفقهاء في بلاد الغرب الإسلامي، تم التصدي لها بالردود الفقهية المتواترة. لذلك نخصص هذه الحلقة كجزء ثاني لمسألة الوهابية تلك الردود والنظر في مضامينها وفحواها. وقد دعونا من أجل استكمال الحديث في الدعوة الوهابية ثلة من الباحثين والمفكرين، وهم على التوالي في الحقيقة حفظنا على دعوة البروفيسور حماد الرديسي. بطبيعة الحال أذكر أنت كاتب وباحث ومفكر في الشأن السياسي، وأصبحت الآن يعني مشهور معناها أكثر من لازم. مرحبا بك بروفيسور حمادي. بطبيعة الحال احتفظنا كذلك بالدكتورة أسماء نويرة. أذكر أنت أستاذة وباحثة في العلوم السياسية، تدرسين بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، لك أطروحة المؤسسات الدينية الرسمية في تونس منذ الاستقلال إلى اليوم، ولك بطبيعة الحال كتاب أعتقد رغم صغره وهو مهم جدا مفتي الجمهورية الوظيفة والمؤسسة. وننتظر بطبيعة الحال، هو أنت قلت الحلقة الماضية أنه صدر مسألة الردود على الوهابية في الردود المشرقية التي صدرت عن دار الطليعة استكمالا للكتاب الأول الذي هو الردود على الوهابية من طرف الفقهاء في بلاد المغرب في القرن 19. مرحبا بك. في الحقيقة أنا سعيد لدعوة الدكتور محمد عبد المطلب بالهوني، وبطبيعة الحال مغربنا في التحليل والتنوير يتشرف لأول مرة باستدعاء كاتب ومفكر ليبي. أنت كاتب كما أشرت ومفكر ورجل أعمال ومجادل عنيد للخطاب الديني باسم العقلانية والعلمانية والدعوة للحداثة، إذ تعتبر من أهم مقولاتك أن العرب لم يخرجوا بعد من المجتمع الأهلي إلى المجتمع المدني. أنت أيضا رجل قانون، توليت القضاء بليبيا في سبعينات القرن الماضي، أنت الآن مستقر بإيطاليا، مؤسس رابطة العقلانيين العرب في باريس عام 2007، وباعث موقع الأوان من أجل ثقافة عقلانية، وهو الموقع الإلكتروني الذي يزدحم بأهم الأقلام الحداثية في العالم العربي. لك العديد في الحقيقة من المؤلفات الإبداعية والفكرية، لك في مجال الفكر العرب، المأزق العربي، العرب في مواجهة الاستراتيجية الأمريكية دار بترا. مرحبا بكم. سنطرح في هذا الجزء الثاني حول موضوع الوهابية سؤالا مركزيا أمام الردود المتواترة لعلماء المسلمين في الغرب الإسلامي في تونس وفي المغرب الأقصى والمنتمين تقليديا للمذهب المالكي، ما الذي دفع هؤلاء علماء الغرب الإسلامي إلى الانخراط في حملة فقهية ضد الدعوة الوهابية؟ هل أن أسباب هذه الردود هي فقهية صرفة، أم تشير إلى إدراك مبكر لخطورة هذه الدعوة، أو أن الأمر مجرد صراع تقليدي بين مغرب إسلامي أو غرب إسلامي وبين مشرق إسلامي متباعدان ثقافيا وسياسيا؟ وأنا الحقيقة أفضل أن أبدأ هذا السؤال للدكتورة أسماء نويرة لتجيبني على هذا السؤال، لك الكلمة. هو في الواقع الردود المغربية جاءت متأخرة مقارنة بالردود المشرقية التي بدأت بشكل مبكر والداعية لا يزال في بدايته. هذه يجب أن أشير إلى أن هذه الردود هي كثيرة جدا بالنسبة للعالم الإسلامي ككل، متنوعة من حيث المكان، من حيث الانتماء الجغرافي، من هناك في الجزيرة العربية وإلى حتى ذهبوا إلى الهند، وأيضا متنوعة من حيث جهات الردود، هناك العلماء، هناك المتصوفة، هناك المؤرخين، إذن هناك تنوع جهات الردود. بالنسبة للغرب الإسلامي الرد كان متأخر لأنه أهل الغرب تونس والمغرب خصوصا علموا متأخرا
يوجد الوهابية، وذلك عن بعد سقوط مكة والمدينة 1803 وهو الحدث الكبير، وبلغ خبر الوهابية عن طريق الحجاج سواء مشافهة لأنهم عاشوا الممارسات الوهابية وقت موسم الحج أو عن طريق الرسائل التي وردت من هناك من الحجاز عن طريق أيضا الحجاج. ولكن هناك ورقة تم تداولها على أساس أنها رسالة بعثت إلى الغرب الإسلامي، وهي ورقة الوهابي الواردة من المشرق التي نجدها في المخطوطات. لا يمكن أن نجزم بأنها رسالة رسمية وردت على السلطان حمود على البي حمودة باشا حينئذ أو المولى سليمان في المغرب في تلك الفترة، ولكن نعم. الصورة هي موجودة في المكتبة الوطنية في الحقيقة. لا موجودة الصورة. نعم. الشريط. إذن موجودة في. هناك اطلاع من قبل الأمراء أمراء الأمر على هذه الرسائل، ويبدو أن الأمر أصبح متداول بين الناس، لذلك طلب أولو الأمر من فقهاء عصرهم أن يجيبوا على هذه الرسائل. بالنسبة لتونس عندنا ردين أساسيين قبل 1807، بين 1803 و 1807 هو رد قصير للمحجوب، وهي كانت بطلب نعم، وكان إجابة مباشرة على الورقة الواردة من المشرق، ولأنه نجد فيها أن هناك جواب يبدأ بما بدأ به ابن عبد الوهاب وينتهي بما انتهى إليه، ويقول له إن كنت تخوفنا بالسيف نحن لا نخاف ذلك، لأنه يختم الرسالة بالتهديد بالسيف، وهي نفس التركيبة اللي يبعث بها الرسائل، أنه يبشر ثم يرغب ثم يرهب ويشهر السيف في حالة عدم الاستجابة. ثم هناك نص طويل للتميمي، وتم نشر هذين النصين مع بداية القرن العشرين حوالي 1909 و 1910. هذا بالنسبة لتونس. بالنسبة لتونس المغرب هناك محطتين، هناك ردود سنة 1803 حين بلغت هذه الرسائل المغرب عن طريق الحجاج وعلماء والتداول بين البلدين، بلغت الرسائل وطلب المولى سليمان الذي كان سلطانا فقيها ومتدينا سلاطين المغرب أنهم فقهاء، نعم، وكان أميل للسلفية، كان سلفيا ولم يكن وهابيا، نعم. إذن أراد أن يوضح له شيخ الجماعة طيب بن كيران ويرد، وهو عالم من علماء مدينة فاس، هو أكبر سلطة علمية في تلك الفترة، وكان مقرب جدا من المولى سليمان. إذن كان هناك رد شديد اللهجة من قبل ابن كيران، نعم. هناك وهو رد طويل، رد طويل. والمرحلة الثانية كانت 1811، بعد ما لين الفترة هذه كلها انقطع فيها ركب الحاج، وقرر المولى سليمان أن يرسل ركب الحجاج مرة أخرى إلى الحجاز، وطلب فتوى من علماء المغرب الذين قالوا أنه البلد أصبح آمنا، وسعود من يؤمن من يوفر الأمن للحجاج. والخطاب هنا تغير على مستوى رسالة ابن كيران، وأيضا على موقف المولى سليمان نفسه. المولى سليمان يتفق في الكثير من الأشياء مع سعود في تلك الفترة أو مع الفكرة الوهابية، ولكن يجادله في مسألة التكفير التوحيد طبعا، لأنه هما الاثنين يرجعوا لنفس المذهب الحنبلي وابن تيمية، إذن هناك لكن المولى سليمان يبقى داخل المنظومة الفكرية المالكية الأشعرية، وينهى عن زيارة القبور من باب سد الذرائع، لأنه العامة لأنه يرى أن هناك أشياء ظهرت على العامة، في حين أن الأمر مختلف بالنسبة للوهابية. وفي الرسالة اللي بعثها كتبها ابن كيران وبعثها رسميا المولى سليمان عن طريق ابنه في ركب الحاج مع قصيدة لحمدون بن الحاج، يجادله ويحاول أن يعيده إلى الرشد، وينهاه عن التكفير ومحاربة المسلمين. وبعث المولى سليمان مجموعة من الفقهاء ليجادلوا الوهابيين بحضرة سعود، وعادوا بانطباع جيد عن الوهابية. دكتورة ربما باش تحكيوا على الردود، أنا ظهروا لي لما قريت الردود، ظهروا لي الردود التونسية كانت أكثر ربما لذاعة وأكثر ربما حدث. سنعود لهذا الموضوع دكتور هولين. لا، هو في الواقع أنه محمد بن عبد الوهاب
من الأساس كان يبحث عن شيء سياسي، وهو يكفي أن يحكمون العجم، الخلافة يجب أن تكون عربية، يجب أن ترجع عربية. ولذلك كان يبحث دائما عن صاحب الشوكة، فوجد ضالته في من في الأسرة السعودية التي كانت تحكم ذلك الوقت المنطقة يسموها اللي هي جنب الرياض في نجد. وكان هناك طموح لمحمد بن سعود، كان له طموح كذلك سياسي، فتزاوج الفكر السياسي أو الفكر الديني مع هذا الطموح السياسي. ولكن نرى شيء آخر، وهو أنه يقال أنه ادعى النبوة، وهذا في بالذات في الردود الحجازية وغيرها يقال أن محمد بن عبد الوهاب ادعى النبوة. هو في الواقع لم يدعى النبوة، ولكنه تقمص دور النبي. أي نعم، تمثل يعني دور تمثل دور النبي في حتى في رسائله إلى الآفاق. هناك نفس رسالي أو نعم، ما معنى كيف تمثل؟ هو أن يوحد القبائل المتناحرة بإعادة تجديد الملة، أي أنه لابد أن يخرج بشيء وهو التوحيد. فالنبي عمل هذا التوحيد وذهب إلى مكة وحطم كثير من الأصنام، ولكن هو كان يريد ذلك، لا توجد أصنام، فاختلق أصنام محمد بن عبد الوهاب وهي قباب القبور. بالضبط، لذلك السبب هو تقمص دور النبي حتى في طريقة الرسائل التي بعث بها، في الأسلوب الرسائل التي بعث بها، وفي التهديد بالقتال. نعم، ثم تقمص النبي في التوحيد بين هذه القبائل لمحاولة اكتساح الإمبراطورية العثمانية، كان يريد ذلك، وإرجاع الخلافة للعرب بدل الأعاجم. هذا نجم نقول هذا كان رهانا خفيا، حلو أن الخلافة لابد أن تحكم من العرب وليس من العجم باعتبار أن الدولة العثمانية والأتراك. هذا ما يستشف من كل هذا ما يفهم من كل المسارات التي حصلت، يعني من تزاوج هذا يعني الفكر السياسي أو الفكر الديني لعبد الوهاب والطموح السياسي لآل سعود. أما الرسائل التي بعث بها سواء كان في منطقة العراق البصرة وكربلاء أو للمنطقة الحجازية أو للمغرب العربي أو لمصر أو للهند، فكانت رسائل في الواقع تدل أنه قادم إليكم، إذا لم تقوموا بالتوحيد الذي أريد أو بتبني هذه الدعوة فإني قادم إليكم، لأنه يتكلم عن السيف والمنطلق قوة. طبعا، فأعتقد أن المشروع الأساسي محمد بن عبد الوهاب هو إعادة الخلافة إلى العرب. واضح. بروفيسور، حكينا على هناك دائما لا يمكن أن نتحدث عن الباك دو نجد، على ميثاق نجد، دون الحديث عن الجزء الثاني المكمل الذي جعل من الدعوة الوهابية بعد في القرن يعني في القرن العشرين قابلة لأن تكون دعوة أممية. ولا غرابة أنه مثلا أن الحركة الوهابية تعيش في بعض أو في العالم العربي الإسلامي نوع من الانتعاشة. نريد أن نتحدث أو نوضح أكثر مسألة الميثاق الآخر المكمل وهو ميثاق كوينسي. هو ميثاق كوينسي يرجع إلى سنة 45. التذكير أن كوينسي هي اسم السفينة التي تم سفينة لا اسم السفينة التي معناها التقى فيها عبد العزيز بن سعود وفرانكلين روزفلت في نهر النيل. والكوينسي هي مدينة في ماساتشوستس
اللي تبنى فيها المدرعة هذه واللي هي معناها تزن. شوف الصورة بتاع 13600 نعم. طن الصورة تثبت نعم. ذلك في اللقاء مدرعة. لكن قبل ذلك هنالك محطة تاريخية هامة هي من 1902 إلى 1930 سأحاول اختزالها لأنها ما ياسر في استرجاع آل سعود لحكمهم بعد سقوط الدولة الثانية في 1890 على أيدي الرشيد عبد الرحمن وابنه عبد العزيز يرجع يذهبون الكويت والكويت تعرف قبيلة عنازة وهم عنازة أواهم في 1902 قرر عبد العزيز وهو في سن لا يناهز سن 18 مع بمعية 68 معناها فارس لاسترجاع حكمه ذهب إلى الرياض ولا مش لمسافة قريبة من الكويت ودخل ليلا قصر المسبك وقتل الوالي الذي كان تابع للرشيد وعائلة الرشيد هي اللي كانت تحكم آنذاك لكن هما في حائل وحائل في جبال شمر وشمر في جهة نجد من الجهة الغربية وأراد استرجاع حكمه لكن لا يمكن له القيام بذلك لأنه الحضر لا يحاربون إلا 4 أشهر والبدو لا يمكن الاعتماد عليهم الخطر فيه في البدو كي يشوفك باش تخسر بالحرب يدور عليك واضح اش قرر انه في 1912 معناها قرر ان يجعل من البدو الرحل هم القوى الضاربه فاقنعهم عبر عبد اللطيف اللي مع عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الوهاب انهم هم كانوا في جهل وفي جاهلية وكان العالم كامل في جاهلية ومن قرر استقرارهم في حجر والهجرة للحجر واستقروا لكن واستقروا وأصبحوا بمثابة من جيش ما يقارب احتياطي ما يقارب 150,000 جندي معناها مستعدين للقتال لأنهم يعتبرون أنهم ذاهبين الجنة كانوا لما يذهبون للقتال يقولون هبت رياح الجنة مين اللي بغيها المرأة لما يذهب إلى القتال تقول له إن شاء الله ما ترجعش حالة تدخل طول للجنة يعني فرحانين في الحرب وربما الذهنية البدوية ساهمت أو ساعدت في هذا التقبل هذه بالضبط وبهذا الجيش استطاع أن يسترجع الأحساء من الأتراك ومنها العسير من الأدارسة والحجاز من معناها الأشراف ولكن هم عابوا عليها ماذا؟ عابوا عليهم يعني في السياسة هو يتحدث مع الأنجليز ويريد تحديد منها ترسيم الحدود وله مع الحضر علاقات طيبه يعني قالوا له انت ماكش تاع دعوه ماكش تاع دعوه ودخلوا معه في جهاد وفالاخير انتصر عليهم في عام 30 واصبحت ووقع التكوين المملكه العربيه السعوديه لاول مره الدوله الثالثه وما كانت تسمى المملكه العربيه السعوديه هو الى حدود 24 كان يسمي نفسه ملك نجد وما تبعها معناها لكن لم يكن وأصبحت العربية السعودية ما هي العربية السعودية اليوم في 45 بعد الحرب ما نطولوش برشا معناها الأبحاث الجيولوجية الأمريكانية أثبتت أن مصادر النفط انتقلت نهائيا للشرق يلطا لم تنتهي بعد وروزفلت يقرر أن يذهب سرا إلى لمقابل إلى الملك عبد العزيز قابل هيلا سلاسي وفاروق ثم الامبراطور ثم عبد العزيز معناها خلافا لما تصور الناس لم يتحدثوا على النفط بدون إطالة تحدثوا على فلسطين وتحدثوا على مآكل ومعناها التزم روزفلت لعدم بروفيسور قبل العودة لمسألة النفط لأن مسألة مفصلية في القضية في المسألة الوهابية وفي مسألة الدولة السعودية لحظات مع الأشهار القليلة ونعود إلى النقاش شكرا
أعزائي المشاهدين، نعود إلى النقاش. حمادي، تحدثنا حول يعني تفاصيل إنشائنا ما نسميه بميثاق كوينسي حول لقاء روزفلت مع عبد العزيز سعود. قلنا أنه لم يتحدثوا عن مسألة النفط في لا. نعم. أنا قريت المحاضر، لأن المحاضر اللي كان قام بالمحاضر هو إدوارد أدي هو لبناني، هو لبناني بريسبيتيان مسيحي، كان سفير أمريكا في جدة، وهو الذي كان المترجم الوحيد لأنه يتكلم بالعربية وبالإنجليزية، وكتب فيما بعد في أربع مذكرات أو مذكرات، وهو الذي أنا اعتمدت عليه. لم يتحدثوا عن النفط، لكن روزفلت كان في ذلك الوقت يعرف. تحدثوا أساسا على أشياء، على استعمار فرنسا وسوريا وغير ذلك، وتحدثوا على مشاريع فلاحية، لكن تحدثوا أساسا على فلسطين. ومعناها كان عبد العزيز بهذا ما يقوله إدوارد أدي مقنعا إلى درجة أنه روزفلت التزم بثلاثة أشياء. وأنا قريت الرسالة التي بعث بها روزفلت إلى عبد العزيز، وهي رسالة في 5 أفريل 1954 لما رجع، فيها ثلاثة التزامات. أنه أولا سيجعل هذه المسألة هامة، ثانيا لن يشجع الأمريكان، يعني المسألة يعني القضية الفلسطينية. نعم، أنا اتفاق لا توجد وقتها القضية الفلسطينية، لكن العرب و ثم استعمار البريطاني واليهود. ثانيا سيقوم بكل ما في وسعه لعدم تشجيع اليهود للذهاب لمنها لإسرائيل، ولن يفعل شيئا بدون مفاوضة. بعثها 5 أفريل، لكن أسبوع فيما بعد، أسبوع بعد 5 أفريل توفي روزفلت، وثلاث سنوات فيما بعد ترومان اعترف بالتقسيم. لكن الميثاق الكوينسي بقى، لأنه هو معناها حماية مقابل استغلال النفط، استغلال النفط من طرف شركات اللي كانت تعمل آنذاك موجودة. وعبد العزيز فهم أنه هذه دولة عظمى، هو دلو ديسي تروا فيها معناها. شو ديسي تروا هذه؟ ديسي طائرة عسكرية، فيها كرسي يتجاهل لما هو يكون في السماء، كل ما يتجاهل دائما نحو الكعبة، معناها يدور في كل مرة هكا. ثم اهدلوا كرسي لأنه كان مقعد، يعني كان تفاهموا هناك، وكان اتفاق شفوي كما اتفاق نجد، هو بدو اتفاق حمد شفوي، لكن اتفقوا بأنه حماية في مقابل النفط. بروفيسور، شنو رهانات هالاتفاق هذا نتاع كوينسي في علاقته بالوهابية؟ هذا هام ياسر، موضوعنا هذا هام ياسر، هام ياسر، لأنه منذ 14 فبراير 1945، هو ذاك اليوم اللقاء، أصبحت البيت السعودي له معناها ميثاقين، ميثاق مع أمريكا، وهذا قلنا محتوى انتهى، سنرى أزماته فيما بعد، لكن أنا ذاك كان الميثاق هذا. والميثاق الثاني هو ميثاق نجد، أي مع الدعوة الوهابية أو مع الوهابيين ومع الآل الوهابية، الآل ابن عبد الوهاب. كيف يقع التوازن؟ أنا أقول بعجالة، لكن لا أريد احتكار كلمة، بعجالة كان الاتفاق هو الآتي، ونحن الآن نرى مخلفاته إلى اليوم. الاتفاق هو الآتي، الوهابيون في الداخل هم يطيعون الملك ولا يناقشونه، ولا يناقشونه، هم يعطيوه البيعة، وهم العمود الفقري الذي يراقب المجتمع. نعم. وفي الخارج؟ وفي الخارج هم أحرار في بث الدعوة، وأصبحت معناها بث الدعوة الوهابية في الخارج من مشمولات معناها الوهابيين، ومن مشمولات كل الدولة السعودية، يعني الدولة السعودية بإعاز منها بالطبع، بطبيعة الحال. لكن هذه أي ولا في الداخل وتشويش في الخارج. واضح. دكتور هوني، في هذا الموضوع بالذات حول علاقة الوهابية والدولة السعودية وعلاقتها بالولايات المتحدة في 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 هذا في هذا في هذا التشابك المعقد في الحقيقة.
الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على السعودية، اعتمدت على السعودية اعتماد كبير بعد الحرب العالمية الثانية. نعم. لأنه كان الاعتماد لعدة أسباب، منها النفط وهذا سبب أساسي كمصدر مصادر الطاقة، وموضوع محاربة الشيوعية والأفكار المضادة للفكرة الأمريكية والعقيدة الأمريكية. كانت السعودية دائما تمول، وكانت تحت إمرة أمريكا من هذه الناحية، أي محاربة الشيوعية باعتبار أن الشيوعية إلحاد، لأن السعودية ليست لها مصالح كبرى حتى تستطيع أن توظف هذه السياسات من أجل مصالحها الكبرى، ولكن هي تتكلم عن الإلحاد كمصلحة إلهية. الإلحاد كمصلحة إلهية طبعا، وفي نفس الوقت استغل هذا الموضوع من قبل أمريكا كمصالح جنيوية. هذول يشتغلوا للآخرة وهذول يشتغلوا للدنيا، هذا ما هو ظاهر، هذا ما هو ظاهر. الإشكالية أين؟ أنه الوهابية كدعوة سلفية ما كانت في يوم من الأيام أبدا ترفع رأسها ضد الحاكم، وكان يعتقد دائما الخروج على الحاكم سواء بن علي والله القذافي أو هو حسني مبارك، يعني الخروج على الحاكم هذا أمر غير شرعي من الكبائر، من الكبائر، وهم حتى الظلم. لماذا؟ لأن المصدر في الأساس في المعاهدة النجدية اللي تفضل بها هو أن السمع والطاعة لصاحب الشوكة، ولكن لابد أن تطلق يد أو صاحب الشوكة يدافع بالضبط، وتطلق اليد للوهابيين والسلفيين من أجل أن يخضعوا الشعب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك للحاكم، ولكن لا يمكن الخروج عليه. أما إذا كانت القصة قصة دعوة، يعني بمعنى أن يخرج هؤلاء دعاة إلى أفريقيا إلى آسيا حتى إلى أوروبا، فهذا تدفع كل الأموال اللازمة وبناء المساجد وكل هذه الأشياء من بحيث أنها يستطيعوا أن يقدموا هذه الخدمة الضرورية. الإشكالية أين؟ أنه بعد بدأت بالذات عملية الغزو السوفيتي إلى أفغانستان، فعلت أمريكا والسعودية من خلال هذا الحلف القديم أو هذه المعاهدة القديمة في ليس فقط الدفاع ضد الشيوعية من ناحية عقدية أو من ناحية فكرية، وإنما من ناحية قتالية. فدخلت السعودية في مأساة كبرى، وهي أنه خلينا نقول دخلت في مأزق، في مأزق كبير، لأنه بدأت تدرب وبدأت تدفع الأموال وبدأت توظف المخابرات مثلا الباكستانية والمصرية وغيرها، كلها من أجل إيش؟ من أجل القتال. فخرجت من الموضوع الدفاع الفكري أو العقدي ضد الشيوعية إلى قتال الشيوعية قتال فعلي. هنا بدأت الكارثة. فإذا بإخواننا في السعودية عندما انتهت الحرب وضعت أوزارها في أفغانستان، وأصبحت الحرب الباردة على وشك أن تنتهي بسقوط الاتحاد السوفيتي، المخلوق هذا العجيب الغريب، هذا المارد اللي ربوه في السعودية اللي هو السلفية الجهادية، خرجت إلى الدول الأخرى، في تونس، في ليبيا، في مصر، في السعودية نفسها، وفي دول الخليج، وحاولت أن تقول شيء آخر مختلف ما كان موجود من قبل.
وهو أصبحت تتكلم عن وجود الأجانب في الجزيرة العربية، أصبحت تتكلم على وجود الأجنبي الأجنبية في الجزيرة العربية، أصبحت تتكلم عن أشياء أخرى ما كانت موجودة في العقد. يعني يكاد يكون في جزء من السلفيين خرج عن نطاق العقد النجد اللي تكلم عنه بروفيسور، وهذه كارثة. الآن ما نشاهده الآن طبعا سنأتي عليه هو في الواقع في نفس المسار، وهو طبعا وهو أنه هذه الربيع العربي أو ما تورات أو هذه الانتفاضات الآن لابد أن تؤتت الأنظمة الجديدة من الداخل، وكل واحد يحاول أن يضع ما يريد، ولكن برضو موضوع السلفية تريد أن تأخذ حصتها من هذا. واضح واضح دكتورة، عندك لا اسمع عندك إضافة. فعلا هو العلاقة بين الثالوث اليوم معناها آل الشيخ أو أدعية الوهابية وآل سعود، آل الشيخ نذكر هم أصحاب الدعوة، هم أصحاب الدعوة معناها ابن عبد الوهاب وذريته، نعم. وآل سعود والعائلة والولايات المتحدة هي علاقة مركبة، الثالوث لا يمكن اختزالها في اتجاه معين، نعم. العلاقة بين صاحب الدعوة وصاحب الشوكة اللي قبل كان عنده السيف واليوم عنده النفط، صحيح. استطاع أن يبسط نفوذه العقائدي على المجتمع داخل الجزيرة العربية، ولكن أيضا استطاع أن يمكن الدعاة من نشر هذه الدعوة في بقية العالم الإسلامي لولا هذا الحلف مع صاحب الشوكة، واليوم أموال النفط تمكن وتسهل ذلك. نعم. الولايات المتحدة اليوم وقت اللي عملت هذا الحلف أو أرادت أن تستغل هذا الجيش الذي أو هذا المخزون الذي تكون لدى آل سعود، واللي هم استعملوه في توحيد في تركيز سلطتهم في الدولة الأولى والثانية ثم الثالثة، هو مخزون في الواقع لا يمكن السيطرة عليه تماما. نشوفنا كما كان يحكي الأستاذ النون بكري الإخوان اللي هم انقلبوا على عبد العزيز، لأنه هم ناس مؤدلجين فكر معناها ماشيين في فكر في سياق على المستوى العقدي، ولكن وقت اللي يشوفوا حليفهم يخرج عن ذلك فهم يوقفوا ضده. اليوم اللي هؤلاء اللي استغلتهم الولايات المتحده في الحد من المد الشيوعي في الحرب في افغانستان وغير ذلك، ثم اصبحوا قوة ضدها، واصبحوا ايضا يثوروا حتى على معناها القواعد، تحتج حتى على الشيوخ اللي يعطيوا فتوى لتبرير او اباحه وجود الاجنبي على الاراضي الاسلاميه. اذا المساله مركبه وهي تتبدل بحسب المصالح بحسب مصالح كل فئه بحسب توقعاتهم. واضح. بروفيسور عندك ما تضيف لهذا الموضوع؟ في نفس الاتجاه، هذه أحداث تاريخية معناها ساعدت الوهابية، ساعدت الحلفين الشيوعية التقاء ما بين الأمريكان والعائلة السعودية والوهابية الناصرية ضد عبد الناصر. ربما فما حلقة برقيبة جيت ما اشتغلت عليها انت اشتغل عليها سبقني اشتغل عليها لطفي الحاج، لكن انا وصلت الاشتغال عليها وناقشت وتحدثت مع كل من كان من قريب ومن بعيد له صلة بذلك. مسألة تذكروا ناس فيما يخص مسألة تكفير عبد العزيز بن باز اللي هو مفتي الدير السعودية لبورقيبة، حضرتك مثلا مثال لابن الباز نفسه اللي يثبت انه ما اقوله صحيح في العهدين او الميثاقين. نعم. ابن الباز يكفر بورقيبة 74 متفقين به، لكن في 91 في حرب الخليج يستنجد بيعمل فتوى الاستنجاد بالامريكي، وهذا طلع وتلميذه يكفره بعد ذلك، يبعث له رساله معناها عتاب ثم يكفره. لكن هذا في ظهر لك انه كيف تركيبه الميثاقين. نعم. من جهه انه الولاء للسلطان، لكن يعني مارج دو مانيفر، هنالك امكانيه فيما يخص العمل الخارجي الدعوي مفتوح
لهم بدون حدود. يعني التكفير وأن السياسة الدبلوماسية تحاول تعديل ما يقومون به الوهابيون. دونك التقاء الآخر هو كما قال التقاء أفغانستان، وأنا نعرف أن كان التقاء كبير وأن هنالك ما يثبت بأنه قبل أفغانستان الأخوان المسلمين التقاء كبير أيضا كان، رغم اللي عندهم خلافات مثلا أن الأخوان المسلمين حد معناها سيدي مودرن أي تسموا حدثين بالطبع هم سلفي، ما همش ليسوا بسلفيين، هم منتظمين في حزب سياسي عصري جمعية سياسية جمعية وهم جمهوريين وليسوا يمنوش بالملوكية ويمنوا بأن السلطة مصدرها الشعب يعني الأمة، يعني عندهم نوع من ويمنوا بالدولة الوطنية ويمنوا بالحدود المصرية أيضا، وهذا خلاف لكن ساعدوهم الى حدود انه معناها الى حدود 2011 والازمه نتاع بن لادن، لكن التقاءات تاريخيه تكاثرت والان في 2011 وقعت ازمه كبيره ونعرفوها الكل، وبدا ربما كانوا يعتقدون الكثير عد تنازلي للمملكه العربيه نظرا الى 2003 هي بدها اصبحت ضحيه الارهاب الاسلامي و لكي تكون امور واضحه قطعوا اي امدادات للاسلام الجهادي انذاك منذ تلك الفتره، ف واضح اصبحوا عندهم يد وحيده هي ما يسمى بالسلفيه العلميه او الحركيه اللي تقول انا ما نهزش السلاح وادعو لكن اما السلفيه الجهاديه نتاع ابو مصعب الزرقاوي والمقدسي وهؤلاء ما عندهمش، خرجوا من التاثير، وحتى الاخوان المسلمين ابو الفتوح اللي مترشح في 2006 انا قريته انه قال هؤلاء بدو ليس لهم اي علاقه بالاسلام وتصورون ان الاسلام هو لحي ومعناها اقمصه قصيره، يعني حتى الاخوان المسلمين اليوم وسأنتي إني كلمة سمحني بروفيسور ثم سؤال خلينا حتى يكون ربما مش في السياق بتاع الوهابية الآن في تونس شنو اللي ساعد أهو بالنسبة لي أنا شنو الهدف هذه الثورة الديمقراطية التي قمتم بها هي مستقبلها ماضينا نحن فينكم ماشيين أنتم تعملوا ديمقراطية وتعددية ووحدة وليبرالية تفسر لنا بروفيسور كيف تفسر لنا بالنسبة لي أنا تفسر لنا بالفلاقي خلي الناس تفهم شوية بالفلاقي هو أنه احنا قمنا بثورة والناس تعرف أنه لم تكن ثورة دينية وانتفعت منها على الأقل ما هيش دينية وانتفعت منها حركة سياسية أنا نعتقد رغم كل خلافاتي معها ونتعرف انتقاداتي لها شديدة نعتبرها نسبيا عصرية مقارنة بأطراف سياسية أخرى يعني تعتبر أن أطروحة الإسلام النهضة جزء منه جزء منه عصري بدون إشكال لكن هناك مخطط جزء منه معناها مخطط لا يقول مؤامرة مخطط لأنه هذاك أجندة سياسي كما أنا عندي أجندة سياسية معناها واضح عندي ما عنديش أجندة سياسية معناها كما كل إنسان عنده أجندة سياسية أنا عندي أجندة فكرية يعني الأجندة السياسية لطرف ثان واضح هو عبر الوفود التي تأتي من عائض القرني واللي هو كان تلميذ نتاع شو اسمه هذاك نصر الدين مع محمد قطب خو قطب عملت معاه تروحه حول سيد قطب المرجئه لا مش سيد خوه محمد ولما هرب في لما الشكل المتشدد في الاخوان المسلمين ما ندخلوش في التفاصيل لانه تولي امور خرافيه لكن من الواضح انه هنالك طرف يريد داخلا وخارجا يريد ان يقول لنا أنتم تريدون ديمقراطية بمنهم ضد ديمقراطية وما تخوفوا من الثورات العربية وهنالك أطراف خائفة من ذلك داخلا وخارجا ماذا تريدون ديمقراطية سنجعل منها نقلب عليكم الصحن كما يقولوا نقلب عليكم الصحن وتصبح المستقبل انتاعكم الديمقراطية انتاعكم تنتهي سلفية أي تنتهي فيما نحن قمنا به واضح علاش انت تحب تعمل ثوره في بلد اللي هو انت لما تقوم بثوره باش تعمل كيفه
معناها يعني مستقبلنا السعودية أو مستقبلنا ما يحدث في السعودية أو ما في إيران، فما هو من الهدف من هذه الثورة؟ بروفيسور حمادي سمحني لحظات كالعادة لحظات قليلة مع الإشهار ونعود إلى النقاش. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في المرحلة الأخيرة من هذه الحلقة حول الردود على الوهابية، ونعود فعلا إلى في هذا الجزء إلى مسألة الردود ومسألة ردود الفقهاء في بلاد المغرب حول الدعوة الوهابية وتداعياتها اليوم. نريد أن نسأل سؤال يعني بسيط، لماذا هناك مقاومة، هذه المقاومة التاريخية التي أبداها الفقهاء في بلاد المغرب، بلاد الغرب الإسلامي، في رفض الدعوة الوهابية والمتواصلة رغم عودة ربما عودة الوهابية في أشكالها المتعددة كما نعيش في العالم العربي؟ نبدأ بك دكتور. من الصعب الإحاطة بهذه الأمور التاريخية بشكل تفصيلي. نعم. لأنه تدخل فيها عدة أطراف، الباب العالي يدخل فيها حكم الولاة وعلاقتهم بالباب العالي وصديق صديقي عدوي. نعم. أشياء كثيرة، ولكن دعنا من ذلك. أنا أعتقد أن الفقهاء في تونس وكذلك في المغرب اشتموا من رسائل محمد عبد الوهاب موضوع آخر اللي هو موضوع سياسي، أن هناك مد قادم إليهم وأنهم يجب أن يتحوطوا لذلك. وبالذات لما نرى حتى رسالة التنبكتاوي حول الزنوش. نعم. فهذا يعني أصبح ربما يشكل خطر على اللحمة الوطنية في هذه البلدان، هذه من ناحية. نعم. من الناحية الثانية أنه الفقهاء المغاربة كانوا دائما هم فقهاء ومتمرسين ولكن مرتبطين بالشعب بالعامة عن طريق الطرق الصوفية، سواء القادرية أو التيجانية أو غيرها. وربما أن النسيج المغاربي مشدود بالضبط مشدود بهذا بالضبط. لماذا؟ لأنه المشكل الوهابي أو السلفي يضع الناس في حرج شديد، لأنه يريدون التجريد. التجريد في الألوهية موضوع مؤلم لا يستطيع أن يتحمله غير الفقهاء ومن الخاصة بالذات الخاصة من هو يعرف الفلسفة وعلم الكلام. أما الإنسان العادي في الشعوب العادية إلى اليوم المتدين الشعبي بالضبط، فهي تريد أن ترى شيء ويقع في تناقض كبير. السلفيين يعني عندما يأخذون النصوص على ظواهرها، فإذا القرآن موجود فيه السميع والبصير والجوارح. نعم. في نفس الوقت لا يريدون يعني أن يكون هناك شفاعة، لا يريد أن يكون هناك ولي، لا يريد أن يكون للناس البسطاء. فهم أصلا في داخل هذا الفقه هو متناقض. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أنه الآن وبعد مرور كل هذا الزمن على الردود الأولى، وهذا التناقض في الحقيقة يبين المحجوب. ايه طبعا بالضبط. الشيء الأساسي ثم أنه في الردود نفسها تختلف. نعم. لأنه مثلا في الرد المغربي بالكيران كان هناك ابتزاز من الوهابية أو من النظام السعودي عندما منع الحج. هناك ابتزاز لأنه كان الحج مهم جدا، وهذا أمير المؤمنين كذلك في المغرب، فكان يريد أن يجدوا حل وسط إلى حد ما، إلى جانب ما ذكرت السيدة أسماء في موضوع أنه المولاي سليمان كان برضو يميل إلى السلفية، ولكن السلفية ربما من نوع مغاربي. الإشكالية اليوم رجعوا إخواننا وكأن اختزال دكتور يعني رجعوا الإخوان السلفيين إلى السياسة وأصبحوا يتظاهروا بعد سقوط الدكتاتوريات، وهذا شيء عظيم. لأن من حقهم إذا كان هي موضوع أيديولوجي أو فكري فمن حقهم أن يقولوا ما يشاءوا، ولكن أصبحوا يهددوا باستعمال العنف أو
تراودهم هذه النزوة والتكفير في حد ذاته هو عنف رمزي. الإشكالية أين الآن؟ هل سيتجهون إلى الصدام مع النهضة باعتبار أنه بينهم يعني كل يحاول أن يحتكر الرأسمال الرمزي وهو الدين باعتبار أن النهضة لا تستطيع أن تطبق الشريعة الإسلامية؟ مش النهضة بركة مع المجتمع التونسي كله أيضا؟ لا، ربما يصبح صراع مع يعني السلفيين أكثر مع النهضة يعني من مع العلمانيين. لماذا؟ لأن هناك رأسمال رمزي وهو تطبيق الشريعة بالذات. تطبيق الشريعة لسه النهضة تطبقها فستكفر من قبل السلفيين ويصبح بينهم صراع واضح. هذا ممكن، وممكن آخر أن يأخذوا الفكرة الأخرى وهو عملية القتال أو لا قدر الله والعنف، ومن تم هنا الدولة إما أن تثبت نفسها وتقاتلهم وإما أن تتلاشى وتنتهي إلى واضح. على انطلاقا من فكرة التكفير، في عندما نقرأ الردود دكتورة أسمى نلاحظ هذا الانتباه المبكر لمسألة التكفير ونجده في رسالة المحجوبي. انطلاقا من فكرة التكفير نرى ما هي شأن انعكاسات هذه الدعوة اليوم باسم شق إسلامي سياسي اللي هم السلفية الذين دخلوا في معركة التكفير، كيف ترين؟ هي المشكلة الأساسية مع الوهابية في التكفير، هو حتى المولى سليمان ذو الميولات السلفية متفق معهم في برشا حاجات إلا مسألة التكفير، لأنه هذيك كما قلنا سابقا إذا كفرنا أبحنا الدم والمال والعرض. فضح. وهنا الاشكال، لكن نحب نرجع على مساله العوامل اللي خلت المغرب العربي وغيره حتى المشرق يقف ضد هذه الدعوه، ولكن نحب نركز على الخصوصيات باختصار. نعم. اولا الدوله كانت موجوده، الدوله الوطنيه راهي ما ترجعش ل 56 انما بدا تاسيسها. واذا ثمش دوله وطنيه ثم الدوله المركزيه موجوده، ثم دوله الدوله المركزيه مقومات الدوله بدات سواء في تونس أو حتى في المغرب. السلطة كانت مركزة. ثانيا وهو عنصر مهم، وجود مؤسسة دينية تقوم على التنشئة الدينية للمجتمع وتحيطه، سواء من ناحية القيمية الإسلام القيمي الفقهاء والمتكلمين والمفسرين. المسألة الدينية مش منفلتة، ثم مؤسسات ترعاها. لا، وفي نفس الوقت هناك تمفصل مع الإسلام الروحي، لأنه هؤلاء العلماء هم في نفس الوقت ينتميون للإسلام القيمي والإسلام الطرقي. إبراهيم الرياحي هو الذي جلب الطريقة التيجانية التي كان ينتمي إليها المولى سليمان، وكذلك حمودة باشا الحسيني. أيضا المذهب المالكي الذي منذ الدولة الفاطمية كان عنصر للدفاع عن الهوية الإسلامية للمغرب العربي بشكل عام، وهو الذي يستعمل دائما للتمايز مع المشرق. ربما هو الذي ضمن هوية الغرب الإسلامي. طبعا إذا مختلف هذه العوامل خلت الغرب الإسلامي يحاول أن يدافع عن نفسه أمام دعوة تكفيرية واحتجوا عليها بالأحاديث والآيات القرآنية واستعمال طبعا الشتم والتكفير المضاد. صحيح. ويتميز ابن كيران كما قال الأستاذ منذ قليل بالعقلانية في الرد أيضا على هذه الفكرة الوهابية. اليوم الدولة في أزمة، مؤسسة دينية تكاد تكون غائبة، تأطير ديني للمجتمع يكاد يكون مفقود، بالتالي يمكن أن نفسر بمختلف هذه العوامل عودة الوهابية اليوم من جديد، لأنها لقات ساحة، لقات فراغ، لقات جهل يمكن أنها تدخل من خلاله. واضح. بروفيسور حمدي، حول هذه المسألة ما بين حاضرا ولا الآن؟ الآن نتحدث الآن. الآن يعني في بلاد الغرب الإسلامي الآن عودة الوهابية موجودة وملموسة وواضحة من دعوات السلفيين. واضح. واضح لما كتب الألباني وكتب القرضاوي ربما القرني موجودة. القرني بالطبع وابن عثيمين وابن الباز. وتحدثنا على هؤلاء. صحيح. الإشكال هو كما قال سيلهوني ومدام نويرة، الوضع الحالي هو أنه وضع هش. يعني لما إذا مقارنة بالقرن التاسع عشر هنالك دولة مركزية، اليوم الدولة المركزية ضعيفة والدولة المركزية متساهلة مع هؤلاء، متساهلة ومتغافلة أيضا. ومتغافلة بتعلت ان نتحاور معهم من الاولويات ربما باهيك من
الحوار، لكن هنالك مثلا أشياء التكفير واتهام الناس بالعنف والعديد من الأشياء التي تخل بالأمن العام. سيدي حمادي، شنو رأيك في استعراض القوة في القيروان؟ استعراض القوة في القيروان يبدو لي لأول مرة يخرجوا أي من يمرون من شبه سرية إلى العلنية، يمرون من الفوضى إلى نوع جديد من التنظم، ولكن في الجوهر شعاراتهم معناها هي نفسها. تصور أنت الشعار اللي رفعوه أفحكم الجاهلية يبغون، هو اللي ختم به ابن الباز رسالته التكفيرية لبورقيبة في 30 صفحة في عام 1974. الظاهرة فما الظاهرة السلفية، لما يتحدثوا عن الظاهرة السلفية كلهم يصبحوا يقولون هي متعددة، كيجي للعلمانيين بلوك برك، أما السلفية هنالك العلمية والجهادية والأخرى الحركية. نعم الحركية والحركية ثلاثة، العلمانيين كلهم بلوك يعني. وهذا التمايز ممكن أن إنسان يقرر لاختيار نمط عيشه هو من أصل حقوق الإنسان، والأميش في أمريكا وغيرهم يعيشون لمفردهم إيمانهم وكجماعة أيضا، جماعة كأقلية لا يختم، وحتى كان أغلب منها كبيرة لا 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 عندهم حتى علاقة بالآخرين، لا يريدون فرض معناها تصورهم على باقي المجتمع. الإشكال الكبير هو أنه السلطة تحدثنا عليها، المؤسسة الزيتونية مغيبة ويبدو وكأنها مسلمة في الأمر. زي بعض الأئمة كما الباجي أو كما الإبراهيم رأينا أنهم يوم 12 ماي لما العبيدي قال هؤلاء ضيوفنا وهؤلاء يعني مؤسسة زيتونية بحكم الأزمة اللي دخلت فيها هي بيدا ما عادش أنا بيدر بير ليس فقدت ما عادش عندها مرجعية، ما عادش هي بيدا مرجعية. شنو هو الزيتونة سابقا؟ هم علماء دين، ثانيا مدنيين، ثالثا ينتسبون إلى النخبة ويميزون بين التدين الخاص والتدين الشعبي أيضا. أي ولا ينتسبون، عندهم ميزات تجعل منهم طبقة حاملة لنوعية من الدين ما يسمى بالعلم الديني. نعم هؤلاء يكادون منها فقدوا، والبعض منهم كما هذا ثم استقالة، كانوا ثم استقالة. فما واحد منهم كما الجبالي اللي هو زيتوني ما كان وجدناه في المنام في المنصة في 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 الاجتماع القيروان. أنا أتصور هنالك ناس هم ربما سياسيين هاوين، لكن الطرف المقابل يلعب بالنار. واضح واضح. شكرا جزيلا لكم على هذه المساهمات، وفي الحقيقة موضوع الوهابية يستأهل الحقيقة العديد من الحلقات، ولكن نحن نحاول بقدر الإمكان أن نوفي الأشياء. ننتقل إلى المرحلة الأخيرة من هذا البرنامج، أجدد لكم شكري وأستعرض بعض الإصدارات الجديدة في إطار موضوعنا المتعلق بالوهابية. هناك كتاب لنبيل مولين لكلاخك دي الإسلام عن الوهابية وعن المؤسسة الدينية في السعودية وعلاقتها بطبيعة الحال، يربط هو تقريبا هو إكمال لكتابك الباك دو نجد، ولكن هو يدخل أكثر في تشريح المؤسسة الدينية التي تقوم عليها المسألة الوهابية. في نفس الاتجاه أريد أن أعرف بهذا الكتاب اللي هو يلتقي معك دكتور الهوني اللي هو سيد علي مزغني لتائنا شذي الدولة اللا مكتملة، وهذا كتاب مهم جدا يلتقي فيك فكرة أنه لم نخرج بعده من فكرة التجارب، ربما لم نخرج بعده من فكرة المجتمع الأهلي إلى المجتمع المدني. وأذكر في نفس السياق تونسي وكتابه مهم جدا، مهم جدا من ناحية من وجهة نظر ترسبكتيف قانونية، رجل قانون مش من قانونية. أذكر بكتابكما حمادي رديسي أسمى نويرة الرد على الوهابية في القرن 19 نصوص الغرب الإسلامي نموذجا، هذا الكتاب مهم جدا وننتظر لتو ما جاش الجزء الثاني صدر في بيروت. دكتور أهديك هذا الكتاب، شكرا.
ولدى أريد أن أعرف بكتابك المأزق العربي العرب في مواجهة الاستراتيجية الأمريكية الصادر عن دار بترا للدكتور عبد المطلب الهوني. لا ننسى محمد أركون نحو تاريخ مقارن الأديان التوحيدية، هاشم صالح الإسلام والانغلاق اللاهوتي، الإسلام والانغلاق اللاهوتي والمترجم نتاع محمد أركون بالضبط، والمترجم وهو مترجم ممتاز في الحقيقة، ومفكر ممتاز. الكتاب صدر عن دار الطليعة بيروت وبالاشتراك مع رابطة العاقلين العرب التي ساهمت في تأسيسها دكتور. هناك كتاب ميت بوليتيك أراب، وهذا يهمك باعتبار قريته نعم، إيمانويل سيفان، ميت بوليتيك أراب لسبري دو لا سيتي، صدر عن دار فيان. هذا كتاب قديم، هذا كتاب مهم جدا دكتور. عندك هذا الكتاب، أنا أهديك هذا الكتاب. أريد أن أذكر بكتاب حياة عمام أسلمت بلاد المغرب، مش إعادة أسلمت، أسلمت بلاد المغرب. هذا الكتاب في الحقيقة في التاريخ إسلام التأسيس من المفتوحات إلى ظهور النحل متميزة. هناك كتاب أيضا له علاقة بنقل الفلسفة، هنا ربما نستذكر المعتزلة، الفلسفة اليونانية إلى الثقافة العربية الإسلامية، وربما سنعد حلقة حول الحكمة والشريعة من منظار ربما ابن رشد، الفلاسفة والمترجمون السريان لإفرام عيسى يوسف. هذا الكتاب مهم جدا، صدر عن دار المدى. وخالد غزال له كتاب في دار الطليعة أيضا، رابطة العقلانيين العرب، ناشطة رابطة العقلانيين العرب، خالد غزال وجها لوجه مع الفكر الأصولي. وأريد أن أذكر بصراحة هذا الكتاب لجورج طرابيشي أيضا، رابطة العقلانيين العرب، درس من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، النشأة المستأنفة. وفي نفس الاتجاه رابطة العقلانيين العرب بالتعاون مع دار بترا، هناك كولوك حرية الاعتقاد الديني، مسجلات الإيمان والإلحاد منذ عصر النهضة إلى اليوم. وبما أننا حكينا على عصر النهضة سأتحدث على حركة النهضة لكي لا نظلم لا حركة النهضة التونسية. أريد أن أذكر بكتاب رفيق عبد السلام اللي هو وزير الخارجية، له كتاب في العالمية في العلمانية والدين والديمقراطية المفاهيم والسياقات، ونحن نوروا كتب يعني الناس الكل بطبيعة الحال في التصوف. لابد أن نعرف بكتاب الفيلسوف الإيراني داريوش شيغان، هذا الكتاب حول أهم مستشرق وهو اللي يسمونه الإمام هنري كورما، الذي اشتغل على المسألة الإسماعيلية والذي اشتغل على التصوف وعلى السهروردي وغيره، وهو في الحقيقة كتاب ممتع جدا. هناك بطبيعة الحال أفكار عن الإسلام خاطئة، هذا الكتاب جميل، صدر عن دار بيار، هو ريفليكسيون دو كلك تيز دو لا نوفيل إسلاموفوبي كريتيان دو لا دينيتي دو الإسلام. يعني هذا الكتاب هذا الكتاب ينتقد الكاثوليك كيف ينظرون نظرة دونية إلى المثقفين مش كاثوليك عامة بطبيعة الحال. وهناك سمير أمغار في نفس الاتجاه يتحدث عن السلفية اليوم، موفمون سكتير اون اكسيدون في دار ميشالون، أول كتاب حول السلفية الفرنسية. هذا ربما أول كتاب على السلفية حول هو أنا قابلته، هو جزائري هو أي. الجزائري وهو يشتغل في فرنسا وله علاقة بجامعة برينستون أيضا، ومدرس في جامعة برينستون. أريد فقط أن أختم البديل، وهي مجلة فصلية فكرية جديدة يبدو أنها تصدر عن حزب العمال الشيوعي التونسي، ولكن المهم فيها أن فيها مساهمات حول المسألة الدينية وخاصة السيرة النبوية والتشريع في الإسلام. وأعتقد أن هذه المجلة تستأهل المطالعة والاطلاع. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج مغربنا في التحرير والتمير.